السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جانا لكم فيديو جديد. طبعا بهذا الفيديو في مواجهات حلوه وعدد كيلات حلو، اتمنى انه يعجبك الجيم. طبعا بعرف اني تاخرت تنزيل فيديوهات كثير، بس مثل ما بتعرفوا انا قلت لكم كذا مره انه حكيت بالبثوث مباشره انه بلشت الدراسه، فما عندي وقت كثير لحتى اصور ومنتج يعني ما عندي الوقت الكافي، فبدي اعتذر منكم على هذا الشيء. بس عم نعمل بثوث مباشره على الفيسبوك، تعالوا على الفيسبوك على صفحتنا الفيسبوك نعمل بثوث مباشره بشكل يومي هنيك. فصرنا نعمل على اليوتيوب كمان لانه فيسبوك ويوتيوب صار الدعم قليل، فما بعرف. وبهذا الفيديو بنص الجيم راحت الاضاءه، بلال ضرب راسه بالاضاءه، نطحه جاب اجله، فراحت الاضاءه وصار في شويه يعني راحت الإضاءة بالتصوير. اعذرونا على هذا الشيء كمان، وهلا بترككم مع الفيديو. مشاهدة ممتعة والسلام عليكم. بسم الله. شيل هذيك، شيل هذيك. ما عم يضرب هذول، في بس بناية تانية كمان. اجا قنبلة. لا خالصين. اجوا 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 في عالم. خلينا نهيل، ما عم يضرب طلق، عم بيعلق يا زلمه. والله لو مالي ملاحق اخذ كفر. ليش عندي ما لا بقين واحد عم ياخذ الكفر، معناته جماعتهم قريبين. انا بداله ما اطلع. شو هذا؟ ليه ما عندي ضايع يا زلمه؟ ما معي قطع لنفور. في دم وفي طلق سكو. يلا اطلعوا يلا. كون في ام 4 هون. دروب يا بابا. ابن عالم ما بدنا دروب. يا سيدي هدول بسكون. سيارة طلع قدامي ما شفتها. كان بدي بوسة. والله ما شو كان جو.
ايه الحيط ده سيارة او بنزين حدا معه. ايه وين هدو؟ سؤال محفوظ. سؤال حلو بس جواب ما في. عم نزمر مع حدا بيطلع يا زلمة. ايه ريدزون خود باقي خود باقي روح دورنا سيارة روح. تعالوا على طرف شو اسمه في حدا هنيك قاويات. مو ملوتة اصلا يمكن يمكن لقيت درع اربعة ست لا اربعة درع اربعة درع ثلاثة بعرف يا زلمة. ها وين هدول؟ ما بعرف تاو عندي رباعية اذا ما عندكم ما بعرف ليك وين هدول عم يقتلوا بعض ما بعرف. تعالوا هون 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 الحكم. تعالوا تعالوا انا طلعت يلا. تعالوا في دروب هون تعالوا يلا. يلا وراك. ورا الشجرة اللي عندي الدخانية فوق. اكسلنت ورك. وحش الوحوش رامبو رامبو الادرينالين وصل مليون. تعال اركب وين رايح تعال. ايه ايه في انا ماشي السيارة معقول. لا ابوت ابوت صوت 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 من عندي. شو عم يسوي هذا؟ هذا من وين ناط وين كان؟ والله لا عارف الحال وين الله شاف هذا. وانتو عم ترموا نيدات فوق البيت. انا ما شفت حدا من اساس. انتحر انت كنت. انا فكرت زبولت ناط من هنيك. تعال كابتن. زبولت زبولت مو لابس ابيض. شباب حظنكم انتوا عم ترموا نيدات. لك عم قلك ما شفت انا اصلا السيارة كلها ما شفتها
كانت ملتهي بإضاءة يا زلمة، انكسرت الإضاءة راحت الضوء. لك 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 طيب اضرب 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 لك مو انت مو انت عندي اللاعب ما عاد يضرب انا فكرت سكوادين يا زلمة عاملين شو اسمه تحت هو انا كمان شيل جروزا دار كمبر والله مجبور طلعه لا جي اللوبي هذا كان عم يضربوا حدا هون بهذا الطرف شكلهم يا زلمه اكبس اكبس اشيل ايدي ارجع اكبس ما في لا ما عندي رمي ذا بوليت ما في انا شو عم بقول في رمي عليك قلت له ذا بوليت ولا انا ذا بوليت تخيل ذا بوليت عليكو الحلو لا لك وزي ثلاثة اكسلنت قال واحد ورانا تفولت ما حدا عم يحكي على العالم مو مسكر يا بلا كاظم 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 شباب لا تؤاخذونا على الإضاءة بلال كسرنا ياها هداي يا زلمة والله وحش كفو رغم كل التشحيشات من اللعبة يعني ببسلك ليك روح عم يضربني ايش اسمه جي جي في داعيونه اللمبه